مسؤول مصري كبير ينشر مفاجأة عن عرض مصر قدمته لإثيوبيا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وبيان عاجل لكل المصريين. انشر التفاصيل. وعاجل، مصر تعلن عن سعر رغيف الخبز رغم تصريحات الرئيس السيسي بضرورة رفعه. وعاجل، ننشر صور المتهم في قضية تصوير 900 صورة عارية لسيدات في محل رجل أعمال مشهور. ومحمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة. وعاجل، تفاصيل قيام محمد الشناوي بإبلاغ الأهل بقرار الرحيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل أكتر من 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها، وهتوصلونا لعدد التعليقات ده زي كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وبيان عاجل لكل المصريين. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من ضبط عنصرين إجراميين بسوهاج بحوزتهما كمية من مخدر الآيس تقدر قيمتها بحوالي 3 مليون جنيه. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، نشاط شخصين لهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الآيس الشابو، متخذين من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا. وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت 1500 كيلوغرام وقطعتي سلاح أبيض ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين. وبمواجهاتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 مليون جنيه. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وآرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة لعيون مصر الساهرة. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومسؤول كبير ينشر مفاجأة عن عرض مصر قدمته لإثيوبيا. أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل ل 85% في أقصى حالات الجفاف. وأشار عبد العاطي خلال جلسة عن الأمن المائي في إطار تغير المناخ على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 إلى أن التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل. وطلب وزير الري المصري بأهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول منابع النيل. أكد أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل ل 85% في أقصى حالات الجفاف. أشار إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة. نوه بأنه لا يوجد اتفاق قانوني عادل وملزم، وإدارة السد بشكل منفرد وإصدار بيانات مغلوطة تتسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية. أوضح عبد العاطي أن مصر تعتمد بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، كما أن مصر تنفق مبالغ طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه، وعلى رأسها المشروعات الكبرى لإعادة استخدام المياه والمشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في مصر، تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات
بدرجة عالية من المرونة والكفاءة. وقال إن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا. وتابع: قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 37 بتكلفة تصل ل50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها ل100 مليار دولار. كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر ل570 متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: مصر تعلن عن سعر رغيف الخبز رغم تصريحات الرئيس السيسي بضرورة رفعه. أكد وزير التموين المصري علي المصلحي أن سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش رغم أن تكلفته الفعلية تصل ل65 قرشا، وأنه تم دراسة إعادة التسعير، ولكن يظل سعر رغيف الخبز حتى الآن 5 قروش. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي أن كل الخيارات أمام وزارة التموين مفتوحة بشأن سعر رغيف الخبز، ولكن في الوقت المناسب. وأوضح أن الهدف من كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين في ملف الدعم هو هيكلة الدعم وتصحيح الأخطاء، بحيث يستطيع المواطن الحصول على حقه في الدعم كاملا وفي أفضل صوره. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبر عن ضرورة مراجعة سعر رغيف الخبز المدعوم بقوله: إن الوقت حان لزيادة أسعاره دون أن يحدد حجم هذه الزيادة. وتباينت ردود الفعل في الشارع المصري على هذه الإشارة وعلى سبل توجيه الدعم للمواطن في مصر، مع العلم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. مصدر معانا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: نشر صور المتهم في قضية تصوير 900 صورة عارية لسيدات في محل رجل أعمال مشهور. نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة للشاب ابن صاحب محل شهير بالعمرانية في اتهامه بالتجسس على الفتيات ومراقبة الفتيات وتصويرهم من خلال فتحة صنعها في المكان المخصص لقياس الملابس. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة ضبط نجل صاحب محل شهير يقوم بالتجسس على الزبائن من السيدات والفتيات أثناء استخدام البروفا، المكان المخصص لقياس الملابس، من فتحة سرية صنعها لذلك الغرض. واتهم صاحب المحل بعمل فتحة بغرفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات خلال تغيير الملابس، لتزداد المخاوف لدى البنات والسيدات بعد اكتشاف أكثر من واقعة متشابهة للرجال يزرعون كاميرات في غرف تغيير الملابس النسائية. نشرت فتاة تدعى مريم كامل شاهدة عيان تفاصيل ما حدث مع صاحب المحل الشهير في الهرم أثناء القبض عليه، وادعت الفتاة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط المتهم بتصوير الفتيات داخل بروفة المحل، إذ تم إلقاء القبض عليه من قبل وتم تشميع المحل قبل أن يفتح من جديد، مشيرة إلى أن الشرطة اكتشفت كارثة على هاتفه المحمول عبارة عن ملف يحتوي على 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تغيير الملابس. وكتبت مريم في منشورها الذي شاركته مع الجميع على صفحتها الشخصية على فيسبوك: المحل ده في شارع فاطمة رشدي، صاحب المحل عاملين خرم في بروفة تغيير الملابس وبيصور البنات وهي بتغير. المحل لا يوجد به كاميرات، لكن البني آدم بيصورهم بموبايله، واتعمل محضر قبل كده بسبب نفس الموضوع وتم إغلاقه والمحل اتفتح تاني. ووجهت شاهدة العيان رسالتها للفتيات التي ترددت على المحل: لكل البنات اللي راحت المحل ده، ما تتنازليش عن حقك، روحي اعملي محضر، ما تسكتوش، السكوت هو اللي بيودينا في داهية، دي حقكم، الولد تم القبض عليه، لكن لازم كل من دخل هذا المحل يروح يطالب بحقه وحق أولاده وعائلته. وأوضحت مريم تفاصيل العثور على 900 صورة للبنات، الولد على موبايله فولدر كامل 900 صورة، شخص مريض نفسيا، محدش يسكت، وربنا يسترنا ويستر أحبابنا وأهالينا أجمعين.
وتبشر النيابة العامة التحقيق مع صاحب المحل الكائن بشارع فاطمة رشدي بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لاتهامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس من خلال فتحة سرية بعد القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة، كما تستمع جهات التحقيق لأقوال الطالبتين أصحاب البلاغ. المصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم. يعني نصيحة لإخواتنا من السيدات والبنات، حاولي على قد ما تقدري ما تغيريش الملابس، أو يعني تقيس الملابس، أو يعني تقلعي هدومك في مكان غير بيتي، لأن طبعا في يعني بعض المحلات ما عندهمش ضمير، بيبقوا حاطين كاميرات في غرفة تغيير الملابس أو البروفا يعني، أو يعني زي ما حضراتكم عرفتوا دلوقتي بيبقى فيه فتحة صغيرة، بيبقى صعب إن اللي بيغير الملابس يشوف الفتحة دي، ولكن بيتم تصويره من قبل صاحب المحل أو العامل في المحل. فيعني حضرتك مزنوقة قوي، ممكن تغيري يعني على هدومك اللي انت لابساها، أو تقيسي اللبس الجديد اللي انت عاوزة تشتريه على هدومك وانت لابساها. ياريت ما نغيرش الهدوم أو نقلع الهدوم في البروفات يعني خارج المنزل. دي نصيحة من أخ محب للسيدات والبنات إخواتي، يعني ده شيء مهم عشان في ناس كتير جدا ما عندهمش ضمير. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومحمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة. كشف الممثل المصري محمد رمضان عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة في طريقه إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة. قال رمضان في لقاء مع برنامج إي تي بالعربي: المضيفات لم يخسرا عملهما، وهما واحدة ألمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو، وبعتوا للتيم بتاعي أنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر. دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة، الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا. في وقت سابق شارك الفنان المصري متابعيه على حسابه على الانستجرام فيديو من داخل طائرته الخاصة خلال توجهه إلى مدينة الغردقة على البحر الأحمر، ظهر فيه وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة على أغنيته الشهيرة يا حبيبي، وعلق على الانتقادات التي وجهت له على إثر ذلك: بتبسط طول الوقت، بحب أسمع ميوزك. المصدر كان معنا من RT و أيضا الصفحة الرسمية لمحمد رمضان على إنستجرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل قيام محمد الشناوي بإبلاغ الأهلي بقرار الرحيل. قال مصدر بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس الأهلي أبلغ إدارة الفريق أنه سوف يخوض تجربة احتراف الموسم المقبل لتأمين مستقبله. وكان الشناوي قد أعلن شفاءه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية قوية بمران الفريق التي كان يأتي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن النادي الأهلي يعني تفوق أو يعني فاز على نظيره نادي البنك الأهلي 1-0، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في الجيم في إطار التحضيرات الخاصة لتلك المباراة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الأهلي يعني نادي البطولات، يعني دائما يريد الاستمرار في حصد البطولات، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الأندية المصرية، ونتمنى ان شاء الله نشوف يعني أمثلة كتيرة زي النجم العالمي فخر العرب محمد صلاح، نشوفهم طالعين من مصر بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.